بحكي بالنسبة للحال المعيشي اللي بيصير بالشعب الفلسطيني حاليا، يعني مثلا أي كيلو لحم بستين شيكل، فهذه يعني بوجه رسالتي يعني للأخ رئيس سيد رئيس أبو مازن، يعني في هذه الحالة لازم إحنا نكون حذرين جدا. مثلا لما أعلن السيد الرئيس بالولايات المتحدة أعلن دولة فلسطين مراقب غير عضو للأمم المتحدة، فيما أعلنها زاد الاعتقال وزاد الفقر، يعني أمور صارت لا تصدق. فبطلب من الرئيس أبو مازن إنه يتوجه للولايات المتحدة الأمريكية إنه يعني يشرح لهم عن اللي بيصير في فلسطين، ولازم إنه يعني حق إن صرنا دولة فلسطينية. ف بتمنى يعني إنه الرئيس أبو مازن ما يخيبش أمل الشعب الفلسطيني، وإحنا أركننا عليه بعد رحيل ياسر عرفات الله يرحمه. برنامج في شغلك برنامج راقي جدا وأنا بشجعه كتير، بس المشكلة الواحد بضل عارف إيش بده يحكي وبفي شغله بأي وقت إلا الوقت اللي بوقف فيه أمام المايك. بس الشيء اللي أنا متذكره حاليا إنه إحنا في عنا عدة مشاكل بنواجهها، وأنا سمعتها من كثير ناس، الكل بيحكي عنها والكل بيطالب فيها. مشكلة الانقسام، مشكلة الغلاء، مشكلة بطالبوا مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، كلها بترجع لمضمون واحد. الكل بيطالب حماس وفتح إنهم يتوحدوا وإنهم يعملوا مصالحة. أنا خرجت مع المظاهرات اللي صارت ضد الانقسام، بس كنت أحس إنه مطالبتنا لحماس وفتح بإنهم يتوحدوا مثل ما إنك تطلب من أخو وأخته إنهم يتزوجوا، يعني هذا إشي مستحيل. إحنا ما بنطلب منكم إنكم تحبوا بعض، لأنه هذا الشيء ما راح يصير، بس إحنا بنطلب منكم انزلوا الانتخابات، بدل ما إنكم تخلوا حكومتين انزلوا الانتخابات، اعملوا حكومة جديدة، خلي الشعب يختار واعملوا حكومة، وقتها بتصير المصالحة. ما بنستنى منكم لتتصالحوا وترضوا عن بعض بعدين تنزلوا الانتخابات، انزلوا الانتخابات وخلوا الشعب يختاركم، بعدين بصير عندنا مصالحة، بعدين بتنحل مشكلة الغلاء، بعدين بتنحل مشكلة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. الكل بيطالب فينا أن نقاطع المنتجات الإسرائيلية، لما نروح على منتج فلسطيني محلي بنلاقي إنه المصنع كل العدة وكل الأدوات اللي بيستهلكها جايبها من إسرائيل، كل المواد الخام جايبها من إسرائيل، بس بيشتغل هين بصنعها وبطلعها. صفلت المصانع والمنتجات المحلية هي عبارة عن شغل للإسرائيل، بس إنه إحنا بس شغلنا أيدي عاملة عندنا مش أكثر. فإحنا لما يكون عندنا دولة ونكون مستقلين ويكون عندنا شعب موحد، بنقدر إن نحصل على أي شيء بدنا إياه لمصانعنا ولشركاتنا لمنتجاتنا بدون باستغناء عن إسرائيل. هاي نقطة. نقطة ثانية بالنسبة للدولة اللي إحنا بتحكوا إن إحنا حصلنا على دولة، إحنا شعب يعني ماشي وراء أوهام. إحنا حصلنا على دولة، الدولة ما بنحصل عليها بالورق. إذا إحنا حصلنا على دولة صار عندنا دولة مستقلة، إيش الأشياء اللي صارت؟ ممكن تجاوبوا إنه ما راح يصير من أولها كل شيء على السريع. طيب ماشي، إحنا بننتظر شو بده يصير من وراء إنه صار عندنا دولة مستقلة. كل الشهداء وكل الناس اللي ضحوا واستشهدوا عشان هاي، عشان تحرير هذه الأرض وعشان هاي الدولة، الدولة ما بتيجي ببركة ولا بتيجي بتوقيع من الأمم المتحدة. إذا إحنا حاصلين على دولة، أنا خاطب بنت في الأردن وهاي البنت فلسطينية بس مش مواطنة، إذا إحنا إلنا دولة مستقلة جيبوا لي يا هاي البنت، اعملوا لي جامع شمل لخطيبتي اللي في الأردن، خليني أقدر أجيبها هين بدل ما أروح أدفع 10,000 دولار طالبين مني عشان يجيبوا لي إياها بطريق التهريب. لا، يعمل لي جامع شمل. مش إحنا عندنا دولة مستقلة، يعني إحنا بنقدر نستضيف أي حدا بدنا إياه ما بدون ما إنه حدا يحاسبنا ولا نستشير حدا. أنا راح أحكي على أول إشي شغلة البنزين وارتفاع أسعار البنزين، اللي أصبحت أسعار البنزين اللي عنده سيارة صار بده راتبه بس على أساس يعبي فيه بنزين. وللأسف الشديد إنه إحنا أصبحنا في هاي البلد بس نفكر كيف بدنا نحط بنزين، كيف بدنا نجيب غاز، كيف بدنا نعبي جرة الغاز. وهذا الحكي يعني مش موجود بعتقدش في أي دولة في العالم، إنه الشخص بس يكون بس تفكيره إنه كيف يعبي بنزين وبنزين السيارة وما بنزين السيارة، للأسف الشديد. بس يعني إحنا فشينا غلنا قبل هاي المرة من أمام جامعة بير زيت، وإحنا بنثمن ومنقدر دور هالبرنامج العظيم في إنه يكون المتنفس للمواطنين وللناس بحيث إنهم يعبروا عن الإشي اللي بداخلهم. طبعا برنامج فش غلك، إحنا فشينا غلنا المرة اللي فاتت بالنسبة للوضع المزدري
الثقافي والوطني بالنسبة لطلاب الجامعات. وهي المرة إحنا بدنا نحكي عن واقعنا شوي، بدنا نحكي عن المشاكل اللي صارت ما بين حماس وفتح بالنسبة للمهرجان. طبعا إشي مخزي الإشي اللي إحنا شفناه، بحيث إنه إحنا ماشيين في نطاق إنه بدنا مصالحة، بدنا يرجع يتوحد الدم الفلسطيني، بدنا نكون إيد واحدة في الساحة، وفي المقابل منلاقي توجه من حماس إنه ما بدنا يصير مهرجان مركزي، وحتى إن وحتى لو هم تداركوا هاي الخطأ لاحقا بعد الضغوطات اللي صارت، ولكن إشي غير مشرف للشعب الفلسطيني، غير مشرف لحركة وطنية تدعي إنها بتحمل رسالة الديمقراطية والحرية. فأين الديمقراطية والحرية بالنسبة لأنهم الناس يعبروا عن مبادئهم، عن انتمائهم السياسي، في ضمن نطاق إشي اسمه منطق ومعقول واحترام حرية الآخر. هاي من جهة. من الناحية الأخرى إحنا بدنا نحكي عن موضوع الرواتب، موضوع الرواتب اللي بيعاني منه كل الشعب الفلسطيني، بيعاني منه الشارع بشكل عام. الحركة الاقتصادية توقفت، حتى وإن نزل نص من الرواتب فعليا هو كان إشي غير وافي بالنسبة للناس، ويدوب إنهم قدروا يوزعوا حصص من هاي النص الراتب اللي نزل على الديون المتراكمة عليهم وعلى أكتافهم. طبعاً المشكلة إحنا ما بنقدر نلوم السلطة، كونها هي موقع مسؤولية، كونها هي بتواجه ضغوطات كبيرة، ولكن إحنا بنلوم الناس اللي أخلوا بالتزاماتهم وتعهداتهم، سواء من الدول الأوروبية اللي بنعتبرها شوي بعيدة إلى الدول العربية الشقيقة والغير الشقيقة. طبعاً مؤامرة كبيرة بتصير علينا وتجرد كبير، اللي بنلاحظه إنه هم قاعدين بتبعوا لأوامر أمريكا وإسرائيل، وبنسوا إخوانهم الفلسطينيين، بنسوا وحدة الدم العربي، بنسوا المقدسات اللي إحنا هون فعلياً مرابطين من دافع عنها في أرض الوطن، بنسوا كل هاي الأمور. وبتعلن السعودية عن فائض في ميزانيتها ما يقارب 800 وإشي مليار، فمش مشكلة يعني الشعب الفلسطيني منسي والسعودية بتعلن عن الفائض 800 مليار. آخر موضوع إحنا ممكن نحكي عنه اللي هو موضوع الأسرى، اللي هو أكثر موضوع أهمية، وأخرته أنا على أساس أني أختم فيه كلامي. موضوع الأسرى المضربين، وين التحرك في الشارع الفلسطيني؟ وين الانتماء الوطني؟ للأسف أنه في المهرجانات، في أعياد الكريسماس وفي رأس السنة كل سنة وانتو سالمين، منلاقي أعداد ضخمة من الناس، أعداد ضخمة بتجتمع وبتحتفل وبتتجمهر من أجل إحياء هاي المناسبات، بينما الأسرى المضربين اللي بيعتدى عليهم وهم شبه أموات على الكراسي المتحركة، منلاقي 4-5، وإن تجاوز العدد 20 فبكون إشي يعني مسيرة ضخمة وممتازة. فبتمنى من شعبنا الفلسطيني أنه يقدر ويثمن تضحيات الناس المناضلين، تضحيات هذول الناس الأسرى، ويوقف معهم ولو كانت وقفة معنوية في الشارع، في مسيرة، في خيمة اعتصام. طبعا إحنا على افتراض أنه ما فيش في إيدنا الإمكانيات أنه إحنا نقدر نقاوم، مع العلم أنه كل شاب وكل إنسان بفكر شوي بيكون في عنده القدرة في قدرة وفي قناعة على أنه يقاوم ويقدم ويقتل ويجرح، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي أو على المستوى الفكري. فإحنا يجب أنه ننتبه لهذول الناس الأسرى، وما ننسى تضحيات الشهداء، ما ننسى تضحيات الناس المعاقين اللي بيمشوا على الناس المرميين لازالوا على الأسرة، الناس على الكراسي المتحركة، الناس الشهداء اللي تحت الأرض من رد من كرر، والناس الأسرى اللي لازالوا بدفعوا ثمن نضالهم. النضال هاي كان للجميع ما كان بشكل شخصي، ولذلك يجب أنه الجميع يقدم ويوقف معهم. بلد ماشي لهوا طفران، شعب يعني مش عارف يتحرك بالمرة، لا في مصاري ولا في شغل ولا في إشي.
والرواتب واقفة كل الشغل على البنوك وعلى القروض وعلى البلد يعني. اليوم إن شاء الله أنا بدي أحكي عن غلاء المعيشة اللي مأثر في البلد يعني، واللي مسوينا مشكلة يعني، مشكلة مش بسيطة يعني. بالنسبة لغلاء المعيشة يعني، أول حاجة شغلي في الشغل، في بطالة في البلد كثيرة، وعمال الأسعار يعني كل يوم عن يوم بتزيد، فعشان هيك احنا بطل يعني مش قادرين نعيش يعني. يعني مرات بنفكر إننا نطلع من البلد يعني، صراحة نهجم البلد يعني، نشوف لنا يعني إشي اللي نقدر نعيشه، لأنه بطلنا نقدر نعيش، بطل واحد يطعم أولاده يعني، شايف. فهذه المشكلة الكبيرة في البلد يعني، أكثر مشكلة بنعاني فيها غلاء المعيشة والواسطة. إن شاء الله إنه في العام الجديد 2013 إنها بتتحقق العدالة الاجتماعية، ويكون كل الناس سواسية، ما فيها يكون وزير وعامل، يعني تتحقق العدالة الاجتماعية بالأساليب الجيدة، حتى نشعر إنه إحنا مواطنين ذاهبين إلى الإنتاج، ذاهبين إلى 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 صنع الدولة القادمة بإذن الله إن شاء الله. ربنا الوحيد بنطلب من السياسيين في البلد وفي السلطة الفلسطينية البطالة والحياة اليومية للعامل وللمواطن، وبنطالب بتحسين وضع الموظفين والأمور يعني هذه الموجودة في البلد، شايف؟ غير هيك ما يعني ما. السلام عليكم، يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الجديدة سنة 2013. بدنا نحكي عن الوضع الاقتصادي اللي بنتأمل إنه يصير أفضل من 2012، أفضل من السنين السابقة اللي هو لحد 2013. يعني الوضع بيضلوا متردي 2013 والسنين الجاي، سواء الوضع الاقتصادي أو الصحي، بنتأمل إنه يتطور الوضع الاقتصادي والصحي اللي هي الحياة الاجتماعية تصير أفضل، الصحة تصير أفضل، يعني الوعي الصحي يزداد عند المواطنين من مخاطر الصحة، من مخاطر تلوث البيئة، من مخاطر المواد الحافظة، من مخاطر الهرمونات. أيضا الوضع الاقتصادي يتحسن للموظفين وللعاملين وللشباب اللي ما عندهم فرصة عمل، وأيضا اللي عندهم فرصة عمل يتحسن وضعهم الاقتصادي. بدي أحكي عن موضوع النص راتب هذا اللي قاعد بنزل. يعني أنا طالب توجيهي وكان عندي طموح أن أدرس جامعة ومن الحكي وشغلات، لما صرت أشوف موضوع النص راتب ينزل والواحد بيروح كل راتبه على الضرائب وعلى البنوك واشتراكات، هديته نفسي أن أدرس جامعة ولا أشتغل ولا أدور على شغلي. فالتعليم هيك صار مسخرة، صار كل واحد يدور على شغلة وعملة يشتغل فيها بالشارع، مش عارف يعني نص راتب شو. كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. وهذا برنامج كتير 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 أنا بحبه ومتابعه. أنا أول شيء ما عندي مشاكل الحمد لله رب العالمين، وبالنسبة للوضع هنا أول إشي الله يعين هالسلطة، يعني لو في إشي بإيدها ما قصرت قدمت، بس ما في إشي بإيدها، محصرة من جميع النواحي. أول شيء كل إشي عارفوها عليها من كل الاتجاهات عليها، يعني أنا بشوف إنه بنتقد السلطة بقولوا كذا وبقولوا كذا وبقولوا كذا، بس لو في إشي بالفعل لو في إيدها إشي وقادر تقدمه للشعب ما بتقصر في بعض اللي يعني كل واحد حسب مشكلته بيحكي، كل واحد عنده نقص بيحكي، فيش إنسان إلا عنده نقص وفيش إنسان إلا عنده مشاكل، بس الوضع بده شوية صبر بده تحمل وإن شاء الله الله يفرجها. والله الوضع تعيس كتير، يعني الناس الرواتب مقطوعة وما فيش أشغال وما فيش رواتب، وهذا بيأثر في البلد يعني على الحركة التجارية. أول قصة اللي هي القصة الإشي الرئيسي اللي هي شغلة الرواتب، يعني شغلة الرواتب شغلة رئيسية صحيح، برضه إحنا لازم من نكف ونصمد مع كيادتنا أو مع الشرعية اللي هي الكياد، يعني لأنها إشي رئيسي اللي نشد عيدهم، لأنها برضه إسرائيل وأمريكا وكل العالم ضغط عبد مازن أو ضغط من كل على الكيادة كلها إنها بخصوص إعلان دولة فلسطين. إذا إحنا بدناش نكف مع كيادتنا أو مع السلطة
برضو احنا يعني من ضمن ان يعني معناته احنا نشد عيد الاحتلال احسن ما. وبالنسبه للعرب احنا نوجه يعني شيء كلام للعرب كل العرب، احنا من حق كل العرب انها تدعمنا، اقول لك واجبها، اقول لك ديننا وقراننا وربنا ورسولنا، بقول لك تدعم الشعب هذا لان احنا هون في ارض الرباط، فكل واحد قاعد في هاي الارض من حقه انها العالم والعرب حتى خص نص العرب، السعوديه من حق السعوديه انها كل بني ادم قاعد هون لان العالم برضو واسرائيل معنيه في جوع الشعب هذا مشان يتهاجر. فاذا العرب ما دعمتناش وخص نص اهلنا في القدس، اهل في القدس قاعدين بتعرضوا لاستفزازات الصهاينه ومستوطنين وضرائب تعجزون في الضرائب، ليش؟ مشان يشردوا من القدس، مشان يشردوا من القدس مقابل انهم يستولوا على هذا الشيء، بس مقابل هذا الخرافه احنا بندعى كل العالم كل العرب كل شريف بقول لا اله الا الله انه يدعم الشعب هذا، لانه الشعب بحاجه فعلا بحاجه لدعم، دعم يعني مش 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 معنوي بس، معنوي ومادي وكل الوسائل. انا مش راضي عن الخدمات اللي بتقدمها السلطه الوطنيه لانها خاليه من الرقابه، ان كان تموين ولا ان كان صحه ولا ان كان تعليم ولا ان كان اي مجال ثاني. انت لما تروح على مستشفى رام الله بيعجبك اللي بيعملوه فيك؟ ما بيعجبك، ببكى المريض معك وانت كاتل حالك بدك تفوت على الطوارئ، بقول لك ارجع صف على الدور. طب يا عم حط اولويه. سنه 2013 ان شاء الله هاي السنه تكون سنه خير على الشعب الفلسطيني. طبعا كانت يعني طبعا ليله امبارح ليله حلوه كثير، كان فيه فعاليات تمت هنا في مدينه رام الله، كان الشعب الفلسطيني متفائل جدا يعني بسنه 2013 ومتوقعين يعني اشياء كثيره راح تحصل بهاي السنه الجديده. طبعا انا اللي بتمناه في السنه الجديده 2013 انه يكون في عنا يعني حل مشاكل كثيره، اهم مشكله هي مشكله بطاله الخريجين. طبعا في عندك هاي مشكله يعني جدا يعني بيعاني منها الشعب الفلسطيني منذ اكثر من 4 سنوات، وهناك عدد كبير من الخريجين، فائض كبير في عدد الخريجين، والمشكله في ارتفاع عدد الخريجين وعدم حصولهم على وظائف، انه هناك يعني نلاحظ بشكل كبير جدا ان الواسطه والمحسوبيه تطغى على كل الدوائر الموجوده عندنا هنا في الحكومه الفلسطينيه وفي الشركات الخاصه وفي السلطات الحكوميه. طبعا اللي انا بطلبه من الحكومه الفلسطينيه انه يكون في هناك نوع من النزاهه ويكون هناك نوع من الموضوعيه ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ويكون هناك اجتماعات بخصوص هذا الموضوع لدراسة موضوع مشكلة الواسطة والمحسوبية ووضع حد لهذه المشكلة. طبعا يعني سوف نواجه مشكلة كبيرة جدا إذا استمر هناك زيادة في عدد الخريجين وعدم حصولهم على وظائف، سوف يضطر هذه الكفاءات الموجودة عندنا في شعبنا الفلسطيني للهجرة خارج فلسطين، وسيكون هناك خسارة في الكفاءات العلمية والخبرات العقلية الموجودة عندنا هنا في الشعب الفلسطيني، وسوف يتم تقديمها للدول الأخرى على طبق من ذهب، وتستفيد منها دول أخرى، مما يحرم شعبنا الفلسطيني من هؤلاء الكفاءات العقلية والعلمية الذين هم يعني درسوا واجتهدوا وحصلوا على شهادات علمية ولم يحصلوا على وظائف داخل دولتهم، الدولة الفلسطينية التي احتضنتهم على مدار السنوات الماضية. فلذلك سوف يكون هناك مشكلة كبيرة جدا في هجرة هذه العقول وهجرة الخريجين الموجودين في الشعب الفلسطيني. أنا بطالب من الحكومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلى حل هذه المشكلة. إلى متى ستستمر هذه المشكلة؟ يعني إلى متى سوف تستمر مشكلة البطالة ومشكلة أنه نحط أشخاص غير مناسبين في وظائف لا يستحقون أن يكون ليسوا كفؤ لهذه الوظيفة؟ أنا بطالب من الحكومة الفلسطينية أن تحل هذه المشكلة وتحل مشاكل لها علاقة في الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي في عندك مشكلة كبيرة في الجانب الاقتصادي، واللي هي أنا كنت حكي عنها في مقابلة قبل هذه المقابلة قبل حلول 2013، حيث طالبت الحكومة الفلسطينية بعمل مشاريع مستقبلية وفتح مجال لحل مشكلة البطالة المدقعة الموجودة في شعبنا الفلسطيني ببناء مشاريع وفتح مشاريع يعني
تحل أزمة هذه أزمة البطالة. يعني هناك حلول كثيرة مطروحة، هناك يعني وسائل كثيرة لحل هذه المشكلة، ففقط اللي بطالبه من الحكومة الفلسطينية إنها تعقد اجتماعاتها وتدرس موضوع الأزمة الاقتصادية وحل هذه المشكلة بالخروج بمجموعة من الرؤى المستقبلية التي تكون بحل هذه المشاكل بفتح المشاريع وحل مشكلة البطالة.